السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة محترف الجتور، القناة اللي شعارها فيد واستفيد. النهاردة الحلقة بتاعتنا عن موضوع جالنا أسئلة كتير فيه من السادة المتابعين للقناة، والنهاردة حبيت أنا أعمل حلقة مختلفة فيها شرح بالتفصيل عن الموضوع دوت. الموضوع النهاردة هيغطي موضوع ضغط الهواء في العجل ودرجة الحرارة. أرجو أن تشاهدوا الحلقة للآخر علشان في تحذير مهم لازم تعرفوه، سواء ضغط الهواء قليل فهو خطر، وإذا كان ضغط الهواء مرتفع فهو أخطر. تابعوا الحلقة معنا للآخر علشان تعرفوا التحذيرات المهمة ديت للحرص على حياتكم وكذلك التكلفة العالية لضغط الهواء الواطي والعالي. وكمان هنتكلم بالتفصيل عن ضغط الهواء المكتوب عندنا بالبار، وايه هو البار، وازاي نحوله للبي اس اي اللي هو رطل لكل بوصة مربعة اللي هو احنا متعودين عليه. فبعد الفاصل هنرجع ونتكلم عن الموضوع بكل التفاصيل بتاعته، وازاي نوصل للشاشة ديت علشان نعمل تشيك على الهواء. وبرضه نحب نقول لكم ان هي بتيجي لوحدها لما بيكون في اي انذار، سواء درجة حرارة مرتفعة او ضغط هواء قليل جدا او كتير جدا. فبعد الفاصل نعود ونتكلم بالتفصيل ان شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي احنا ملاحظين بعد ما شغلنا العربيه مفيش ارقام ظاهره في الاول، الارقام دي بتظهر بعد ما نمشي بالعربيه ويبتدي جهاز قياس الضغط يشتغل. فنمشي بالعربيه دلوقتي ونشوف هتيجي بعد قد ايه. بعد ما مشيت مسافة صغيرة ظهر القرايات في نص العجل، الفردة الأمامية على اليمين والفردة الخلفية على الشمال. في الحقيقة يعني أنا شايف إن مفيش ميزة في الجزئية ديت، إن هو بيشتغل بعد ما نمشي شوية، علشان أنا أحب أول ما أركب العربية أشوف مستوى الهواء بتاع العجل إيه، علشان لو مش مظبوط أحل المشكلة قبل ما أتحرك بالعربية. لكن هرجع للكتالوج واشوف هو بيشتغل ازاي بالظبط، وهقول لكم في اخر الحلقة ده بيشتغل ازاي. دلوقتي نرجع لموضوعنا. دلوقتي احنا بيجي لنا لوحده لما بيبقى فيه انذار مستوى الهواء قليل او عالي جدا او درجة الحرارة مرتفعة. احنا شايفين هنا لو هنشوف العجلة اليمين فوق هنلاقي مكتوب 2.2 بار، وتحت درجة الحرارة 24 درجة مئوية. دلوقتي هنتكلم ايه هو البار. البار هو عبارة عن المقياس اللي الدول الأوروبية بتستخدمه، واحنا في مصر متعودين على القياس اللي أمريكا بتستخدمه البي اس اي اللي هو 30 31 32 وهكذا. والبي اس اي هو وحدة الرطل لكل بوصة مربعة. طيب ايه هو البار؟ البار يساوي 14.5 بي اس اي اللي هو رطل لكل بوصة مربعة. فاحنا دلوقتي عندنا القرايات 2.2، هناخد القراية ديت عشان نحول البار لبي اس اي، هنضرب 2.2 في 14.5، فهيطلع معانا الرقم دوت، والرقم ده اقل من اللي المفروض يكون في العجل اللي هو 34 بي اس اي. فالقرايه القريبه من البار ال 34 اللي هو العجل لازم يكون عليها هي 2.3. لما نضرب 2.3 هيجي قريب قوي من 34 بي اس اي. دي هي الطريقه، وقدامكم الجدول اهو لو عايزين تحولوا منه على طول، بيوريكوا البار في ناحية والبي اس اي في ناحية عشان تقدروا تحسبوا بسرعة. دلوقتي الشاشة بتبقى عندنا كده، لو عايزين نخش نشوف قرايات ضغط الهواء بتاع العجل ودرجة الحرارة هنيجي هنا على الدريكسيون الناحية الشمال، وهنيجي على الماوس
ونتحرك بصبعنا لمسة كده لتحت، هيظهر معانا القرايات زي ما احنا شايفين. لو عايزين نرجع تاني للشاشة الأصلية هنيجي هنا وهنحرك الماوس حركة لفوق، هترجع الشاشة زي ما كانت. إذا كان ضغط الهواء أقل من المفروض فدوت حاجة مكلفة جدا، لأن دوت هيؤدي لتآكل الإطارات وممكن كمان يؤدي إلى قطم الأحزمة، مما يستدعي إنك تغير الإطارات كل فترة، والإطارات مكلفة جدا خصوصا الأيام ديت الأسعار مرتفعة جدا، وكمان خطر جدا انك تسوق بضغط هواء منخفض لان دوت بيؤدي الى قلة كفاءة الفرامل، فلا قدر الله ممكن العربية ما تقفش في الوقت المفروض انها تقف فيه، مما قد يؤدي لبعض الحوادث، وكمان العجل يسخن معاك، وكمان هيؤدي لتآكل العجل مما يستدعي تغييره كل فترة. في حاجة تاني، لما تسوق بضغط هواء منخفض عن المفروض دوت بيؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين، وبيحرق كمية أكبر من البنزين علشان توصل نفس المشوار. أما إذا كان ضغط الهواء أعلى من المفروض فده أخطر، وخصوصا إذا كان في العجل الأمامي، لأن في الجو الحر خصوصا إذا زادت درجة الحرارة بيتمدد الهواء ويزيد الضغط، وممكن يؤدي لانفجار العجل، ومما يؤدي إلى عدم التحكم في السيارة والخروج عن الطريق، أو لا قدر الله انقلاب العربية في بعض الحوادث، وخصوصا إذا كان الانفجار في العجل الأمامي. ربنا يستر على الجميع، والرجاء أن تفحص ضغط الهواء وتراجع عليه كل فترة لسلامتك وسلامة الجميع. وما تبخلوش علينا بالتعليقات والاشتراك في القناة، وشكرا لكل الملاك اللي اشتركوا في القناة، والملاك اللي ما اشتركوش لغاية دلوقتي وبيشاهدوا القناة يا ريت تشتركوا معانا عشان نستفاد منكم قبل ما نفيدكم، وكلنا نستفاد مع بعض في قناة محترف الجيتور. ومحترف الجيتور دلوقتي ليها لينك على التليجرام، يا ريت تشتركوا في الجروب بتاعنا، وفي لينك على الواتساب. جروب الواتساب بتاعنا بيكبر كل يوم، وبنشارك مع بعض بالأسئلة وبالإجابات. هتلاقوا لينك للواتساب وللتليجرام هتلاقيه تحت في الوصف تحت الفيديو. وقريب جدا هنعمل صفحة لقناة محترف الجيتور على الفيسبوك علشان تقدروا تتفرجوا على الفيديوهات عن طريق الفيسبوك. مرة تانية كل عام وحضراتكم بخير، وشكرا لمتابعة القناة، والرجاء مشاركة الفيديوهات مع الآخرين للاستفادة، والسلام عليكم ورحمة الله.